إنهم عايزين يتخلصوا من 80-90% من سكان الأرض من 2020 ل 2025، يبقى كل ده نزل للمليار الذهبي. دكتورة مصرية طلعت على قناة النهار سنة 2013 لمدة 12 حلقة بس، بررت فيهم أحداث كتير كانت بتحصل وقتها، وتنبئت بأحداث كتيرة وكارثية، منهم الأحداث اللي بتحصل دلوقتي حوالينا بحذافيرها كأنها عاشتها قبل كده وكانت بتحكيها. ومش بس كده، دي كمان اتنبئت باللي هيحصل السنين الجاية، وبعدين بدون أي مقدمات زي ما ظهرت فجأة اختفت برضو فجأة ومحدش عارف عنها حاجة من ساعتها. يلا نبدأ حكاية. الدكتورة مايا صبحي دكتورة فيزيائية متخصصة في الماسونية، طلعت في برنامج على قناة النهار اسمه في دايرة الضوء مع الإعلامي إبراهيم حجازي الله يرحمه، وطلعت لمدة 12 حلقة كشفت فيهم حاجات كنا أول مرة نسمعها وقتها، وربطت أحداث كتير ببعضها وتنبئت باللي بيحصل دلوقتي واللي هيحصل بعدين. ومع إن وقتها الموضوع أخد ضجيته وخلص، إلا إن اللي خلى الموضوع يتفتح تاني إن كل اللي اتنبئت بيه إنه هيحصل قبل 2025 لحد دلوقتي كله ماشي صح زي ما هي ذكرته بالظبط. الدكتورة مايا قالت إن في جماعة بيعبدوا الشيطان وكل هدفهم إنهم يزوروا الحقيقة ويبرقوا الشيطان، ومش بس كده، ده بيلعبوا في عقول الناس عشان يصدقوا إن الشيطان هو سيد الكون، وبيقولوا على نفسهم إنهم متنورين وماسونيين. والكارثة إن الجماعة دي ماشية على مخطط مكون من خطوات معينة، أول ما هيخلصوها هيقدروا يحكموا العالم. أهدافهم كلها مكتوبة على نصب جورجيا اللي محدش عارف ظهر إمتى ولا حتى جه منين، مكتوب عليه 10 وصايا ب10 لغات مختلفين، وأهدافهم إنهم عايزين يعيدوا تشكيل الكوكب من جديد، يبقى فيه طبقة سادة وطبقة تانية عبيد، ودي مش هيقدروا ينفذوها غير لما يبقى عدد سكان الكوكب 1 مليار بني آدم بس، وبيحكمهم حكومة واحدة واقتصاد واحد بعملة واحدة. وعلى فكرة القانون ده مكتوب عندهم في حاجة اسمها أحجار جورجيا، دي أحجار مرسخ عليها القوانين، ودي حاجة غريبة جدا، أحجار جورجيا مكتوب عليها مخطط النظام العالمي الجديد ومتسابة كده ومحدش وعى إن ده اللي بيحصل. والخطوات دي محطوطة تحت مسمى المشروع العالمي الجديد، واللي هيكون بيقودها المسيح الدجال اللي هو رسول الشيطان على الأرض. وقالت كمان إن في فترة من الفترات البشر هيقدروا يتحكموا بالأمطار والعواصف والرعد والبرق، وفعلا لو مش واخد بالك في جهازين اسمهم كيميترال وهرب بيقدروا يتحكموا فعلا في المناخ، وطبعا مش محتاجة أفسر أكتر من كده. ومن ضمن كلامها كان عن العوالم الأرضية وسكان جوف الأرض واللي هم متقدمين علميا وتكنولوجيا عننا بمراحل، ويقال ان اللي تابع ليهم رؤساء الحركة الماسونية والعائلات المسيطرة على الأرض، وهنتكلم عنهم بعد كده في حلقات جاية. وهدفهم الحالي تقليل عدد السكان من خلال حرب بيولوجية، فهينشروا الفيروسات وتبدأ الإبادة من خلال الأوبئة زي اللي بيحصل دلوقتي بالظبط. بدأنا بفيروس كورونا وبعدها متحوراته، ودلوقتي جدر القرود، ويا عالم رايحين تاني على فين. فهي النقطة إن الفترة دي لابد أن يقودوا حروب إبادة، إن هم من ضمن الحاجات، والكلام ده موثق يا جماعة، إنهم عايزين يتخلصوا من 80-90% من سكان الأرض، لأنهم بجميع الدراسات، وعلى فكرة ده كمان كان معلن في حاجة رسمية اسمها الأجندة 21، ودي حاجة موجودة رسميا، إن عدد إن كم الموارد وكم الغذاء وكم كذا مش هيكفي إلا فئة قليلة. وقالت كمان إن المثلية الجنسية هيبدأوا الترويج ليها وبشدة، عشان لما ده هيحصل مش هيبقى فيه نسل، وبكده برضو هيقللوا عدد السكان. ولما تقارن الكلام ده باللي بيحصل دلوقتي هتعرف إن كان عندها حق في كل كلمة قالتها. ده شركة ديزني نفسها قررت تعمل أفلام كرتون للأطفال أكتر من 70% من أبطالها هيبقوا مثليين جنسيين، وده اللي صرحت بيه الرئيس التنفيذي لشركة ديزني. والدكتورة مايا صبحي قالت كمان إن الغرب هيبدأ يروج وينشر فكرة وجود فضائيين، بس اللي انتوا ما تعرفوهوش إن الأوصاف بتاعت أشكال الفضائيين اللي بنشوفها في الأفلام والألعاب دي موجودة، بس دول مش فضائيين، دول سكان جوف الأرض، وإن الكائنات دي محجوزة في المنطقة 51، والمنطقة دي موجودة في صحراء نيفادا، ودي منطقة سرية جداً،
وفعلا في شهود ودلائل على وجود طبق يقال انه فضائي وقع في المنطقة دي والناس شافته، وبرضه هنتكلم عنه في حلقات منفصلة. وكمان الكلام ده بيتطابق لكلام البنتاجون اللي بقالهم فترة بيأكدوا وجود فضائيين، واتكلمت كمان عن وجود شريحة وهيبقى اسمها شريحة الدجال، وانه بتتزرع في المخ وبيقدروا يتحكموا فيها من خلال الكمبيوتر اللي متوصل بالأقمار الصناعية عشان يحصروا البيانات اللي في مخ البني آدم، وطبعا هيتحكموا فيها لدرجة انها ممكن توصل ان البني آدم يقتل نفسه. وطبعا لو مش واخد بالك من الكلام ده، هو نفس كلام إيلون ماسك عن اختراعه الجديد اللي اتكلم عنه، وقالت كمان انهم بيبعتوا رسائل على شكل صوت وش بيطلع بقى في التلفزيون في اغاني في الموبايل، وانت هتفتكر وش عادي، لكن ده بيبقى رسائل مبرمجة بتوصل رسائل معينة للمخ عشان يقدروا يسيطروا على البني آدم وعلى تفكيره زي الشيطان بالظبط لما بيوسوس. واتكلمت كمان ازاي نقدر نحمي نفسنا من كل ده، وقالت بالعلم طول ما انت عارف السيناريو اللي هيحصل مخك هيبقى مدرك هم هدفهم بيك ايه بالظبط، فاكيد هتقدر تقوم. وقالت كمان ان لازم كل واحد يقرب من ربنا ويفضل مآمن بدينه، وهم دول سبيلين النجاة الوحيدين من السيطرة على عقلك. طيب دي الحاجات اللي قالت عليها وحصلت. طب اللي اتنبأت بيه ولسه ما حصلش، قالت ان هيكون في حرب عالمية تالتة واسرائيل هتتوسع اكتر فيها وهيحصل فيها نسبة إبادة بشرية كبيرة. وقالت كمان ان الدولار هينزل بطريقة مش طبيعية لدرجة انه هيختفي ومش هيبقى دي اي لازمة بعد كده. وقالت ان هرم خوفو ده مش مبني من 5000 سنة ولا حاجة، ده مبني من 10000 سنة وما فيش اي دليل انه خاص بالملك خوفو. وقالت انه كان مولد للطاقة سواء الكهربائية او الكهرومغناطيسية، واتسرق منه حجر معين هو اللي وقفه، واللي سرق الحجر ده هم نفس الناس اللي بنتكلم عنهم، ومجرد ما يسيطروا على العالم هيرجعوا الحجر ده ويشغلوا الهرم تاني لانه في اعتقادهم انه هيوصلهم لشجرة النعيم. وقالت ان مش اي حاجة تشوفها وتسمعها تصدقها وتأمن بيها على طول عشان احنا في سنوات الخداع. تفتكروا ايه السبب الحقيقي وراء اختفائها؟ وان بعد ما حاجات كتير حصلت بالحرف زي ما قالتها، هل باقي الحاجات اللي جاية هتحصل برضو؟ اكتبوا لنا ردودكم في الكومنتات، ولو عجبتكم الحلقة اعملوا لايك وشير للفيديو، واستنونا في حلقة جديدة من حكاية نص الليل. كانت معاكم تيا، اشكركم على المتابعة ودمتم بخير.